معلش عمر، بدي اسال سؤال ثاني. بما ان احنا بنحكي عن رينكلز وكذا، هلا كثير في ستات اللي التجاعيد يعني، وانا واحدة منهم عن جد، بعد عمر معين زي السحر بصير يبين عندنا اكثر، خلينا نحكي التجاعيد بوجهنا، السواد تحت العينين، ترهل البشره. اذا انا مثلا بدي ارجع بالوقت لورا، انت اضبط وقت انه انا استخدم اعمل فيشل تريتمنتس او مثلا علاجات لبشرتي واهتم فيها اكثر ونظافتها اكثر، عشان ما اضطر اضلني اعمل بوتوكس وفيلرز؟ وايش السن مناسب كمان للبوتوكس؟ بقولوا كل ما يكون أبكر تعمل الوحدة بوتوكس، كل ما أحسن لها بتستفيد على كبر منه. لكي أنا كتير بحكي مع دكاترة التجميل، بيقول لي أنا البوتوكس لما بعمله، لو أنت عم تحطي كريمات عناية بيضاينك 6 أشهر و 8 أشهر، لو ما بتحطي كل 3 أشهر بدك. سو أساسي يكون عندك كريمات العناية. كستارت للكريمات مثل ما قلنا، أو سوري، الخطوط بتبلش تطلع من 27-30 سنة. بنقول لهم فاين لاينز، الخطوط الرفيعة اللي هو أول ما بتضحكي بيطلع 3 خطوط، بنقول لهم مثل رجل الغراب اللي هو الكروز فيت. هون هيدا ساين يعني بلشنا نكبر. بعد الأربعين بيصيروا ديب لاينز عميقة، هون صار لازم تحطي البوتوكس. هلا في بنات من العشرين 27 سنة عم بيحطوا، أنا ما برشح إلا بعد 30-35. لأنه خلص هون عم تفوتي مادة بجسمك. بس مع البوتوكس كريمز، وطبعا جود براند، هاي إند براندز، بتقعد سنة معك البوتوكس، لأنه نفس سعره، هي سعر الكريم هو سعر البوتوكس. بس هذا بيضاينك أكثر. بيضاينك أكثر، غير بيعطي جلو أكثر، نضارة بقى الكريم. هو الفكرة كمان يا هنا، الموضوع كمان بتاع التجاعيد ده على حسب، في مثلا ناس بيقولوا بتعجز بدري، أو مثلا ممكن يطلع لهم اللاينز دي بدري على حسب نوع البشرة والحاجات دي كلها. ففي حاجة تانية كنت عايز أسألك عنها، اللي هي لما بيكون في آثار للحبوب، الناس على طول بتجري تروح تعمل فراكشنال ليزر، أو الليزر اللي هو الفراكشنال ده. فممكن ده هو هارش أو هو حاجة تقيلة على الجلد، فإمتى نحتاج نعمل فراكشنال ليزر وإمتى يكون ملوش لزوم؟ هي لو عندها مزعوجة، يعني لو متضايقة قوي من شكل وشها، مش غلط، بس بالشتاء مش بالصيف. أي شيء بدك تعمليه بوشك لازم بالشتاء، لأنه الشمس على طول والوش والمسام مفتوحة دغري بتأذي، بتعمل بقع أكتر. أنا بفضل إنه هم بالذات التينيجرز اللي بيطلع لهم حب الشباب، في آيتمز معينة اسمها ستوب سبوت بتحطه ويبعده عن الماكدونالدز، ما فينا نحكي عن الفاست فود أو الأكلات السريعة، جنك فود، سبايس، تشوكلت، كلها لايف ستايل. بس يعني بس ده أكل المراهقين، مستحيل يبطل. إذا وشها تعبان لازم شوي تاكل فريش أكتر، وما تنشف منشفة حدا، ما تستخدم فرشة حدا، الهايجين كتير ضروري. أظني ممنوع إحنا نستخدم منشفة، أحسن تيشيوز، الهايجين أساسي أساسي، وشرب المي طبعا أكيد، والتريتمنت عندها لازم المنظفات. نحن كل 28 يوم بيطلع لنا جلد جديد، لازم تشيلي ديد سيل سكين، لازم سكراب. فهن أنا بحس بالأكاديمي بيجيبونا أوقات بناتهم ليأخذوا عنا 1 hour سكين كير. هذا الفرق بيننا وبين أي أكاديمي. نحن بنعطي، حتى عمر لما إجا أكتر شيء أخذ سكين كير. مهم كتير واللايف ستايل. نحن بنكبر 20% من الله و 80% لايف ستايل. شو بناكل، شو بنشرب، بنلعب رياضه، بننام، كل هيدا بيشيل 10 سنين مزبوط من عمرك. مظبوط، في ناس ببين عليهم الكبر وفي ناس لا. وهلا اكيد رح نشوف شوي اخر نحكي عن الاكاديمي، مزايا اكاديمي، عشان الناس كمان تتعرف عليها اكثر، لانه جدا شيء مهم هنا صراحه. والحلو انه انتم عم بتكونوا بروفيشنال بطريقه انه بنقدر انه نيجي نتعلم. اي شخص، مش ضروري اصير انا بروفيشنال ميك اب ارتست. هينا عم نشوف فيديو سكين كير كثير مهم. ستودنت كانت عندنا بالاكاديمي، دي طالبه عندكم؟ طالبه بتاخذ اول حلقه، طبعا سوري اول حصه بتاخذها لازم سكين كير. وهلا هل ممكن انه مثلا بعد ما الوحده تيجي عندك وتاخذ كورس للسكين كير برضه تفتح خلينا سنتر او اللي هو عنايه بشره، ولازم يكون طبيب مختص؟ هن اول ما بيخلصوا بياخذوا ساعة. في كورس تاني كله سكين كير، هاو تو دو مساج وفيشلز والقصص، كيف تشتغلي على كل عضلة بالوجه. لحتى تشتغل فيها لازم تاخذ البروفيشنال سكين كير. هذا انا كنت اخذته بسويسرا تبع براند سويسري.